أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. باب آخر من أبواب كتاب الكافي الشريف لثقة الإسلام الكليني. باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل، ومن جحد الأئمة أو بعضهم، ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل. الإمامة من أصول الدين، فلذا التعيين للإمام يكون من الله سبحانه وتعالى لا من الناس، لأن أصول الدين بل وفروع الدين أيضا تكون من الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يختار الأنبياء، وليس للناس في ذلك شأن، كما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار الأئمة، وليس للناس في ذلك شأن. قال سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الله سبحانه وتعالى له الخلق وليس للناس الخلق، وله اختيار الأئمة. في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لا ينال عهدي. الإمامة عهد الله سبحانه وتعالى، وعهد الله إليه لا إلى الناس، وهذه بحوث قد ذكرناها فيما مضى مفصلا. وعلى كل حال فالإمامة من أصول الدين، فلذلك التعيين من الله، وأي شيء يخالف التعيين من الله فهو خروج عن الدين. من مصادق ذلك أن يدعي شخصا الإمامة وهو ليس لها بأهل، لم يعينه الله سبحانه وتعالى للإمامة. نحن نشاهد في تاريخ المسلمين كثر ادعاء الإمامة من الجائرين، واحد بالسيف والسلطة، فواحد بالسيف يتسلط على رقاب المسلمين ثم يدعي الإمامة ويجبر الناس على البيعة معه، وبعدين يعين ابنه الفاسق الفاجر لذلك، وما حد ما يقدر يعترض. يعني مثلا سلاطين بني أمية، معاوية استولى على السلطة بالسيف، بغى على الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. الإمام حاربه في الصفين، لكن الخوارج خربوا النصر، فاستمر معاوية في بغيه إلى زمن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، حيث اضطر الإمام الحسن للمهادنة مع معاوية، كما صالح رسول الله صلى الله عليه وآله المشركين في الحديبية، ومقتضى ذلك الصلح كان بقاء مكة بيد المشركين وبقاء الأصنام داخل الكعبة المشرفة، إلى أن فتح الله سبحانه وتعالى مكة لنبيه. الإمام الحسن أيضا اضطر لأن يهادن معاوية. لماذا؟ لأن معاوية بدأ بالشراء بعض القادة في جيش الإمام بالأموال الطائلة، يعني بخطط خبيثة تمكن من الاستيلاء على السلطة. بعد ذلك عين ابنه يزيدا لخلافته، ومن بعد ذلك إلى زوال بني أمية السلطة تتوارث بينهم، وكان فيهم الفسقة والفجرة. وذاك وليد اللي رمى القرآن بالسهام وكان يرتكب الموبقات علنا، والبقية كذلك كانوا، لكن هذا كان أفسقهم. بعدين تجي إلى بني العباس، كيف استولوا على السلطة؟ بأن ثاروا ضد بني أمية وأيدهم أبو مسلم الخراساني، فتمكنوا عسكريا من القضاء على بني أمية، وأيضا فرضوا ملكا يتوارث الأبناء من الآباء. زين، هذه ادعاء للإمامة لمن ليس لها أهل. الله ما عين بالقوة أو بالوراثة صار الحاكم وادعى أنه خليفة رسول الله وأنه الإمام وأنه وأنه وأنه. ليش؟ لأنه بالقوة. ليش؟ لأن أبوه كان الخليفة مثلا الحاكم. هؤلاء لم يكونوا لها بأهل، الله لم يعينهم. هذا صنف. صنف آخر، واحد يجحد إماما من الأئمة، يعني الله سبحانه وتعالى عين إماما، شخص يأتي وينكر ذلك ويظهر هذا الإنكار، يجحد إمامة إمام من الأئمة، إما يجحد إمامة جميعهم أو يجحد إمامة بعضهم. مثلا الواقفة وقفوا على الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام وجحدوا إمامة الإمام الرضا والإمام الجواد والهادي والعسكري والمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا صنف ثاني ينكر ويجحد إمامة أحد الأئمة. الصنف الثالث الذي يزيد إمامة إمام، يعني واحد يعتقد بإمامة شخص ليس بإمام، مثل الفطحية. الفطحية يعتقدون بجميع الأئمة الاثني عشر من الإمام أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي، لكنهم يزيدون إماما، يعني يعتقدون أنه بعد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان الإمام السابع عبد الله الأفطح، وبعد وفاة عبد الله الأفطح قالوا بإمامة الإمام الكاظم، يعني زادوا بين الإمام الصادق وبين الإمام الكاظم إماما اللي هو عبد الله الأفطح. هؤلاء الثلاثة كلهم في عقيدتهم في أصول دينهم خلل، ومن كان في أصول دينه خلل إما بزيادة أو بنقيصة فهذا كافر ظاهرا وباطنا أو كافر باطنا. كافر باطنا وظاهرا مثل الذي لا يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى، هذا في أصل من أصول دينه اللي هو التوحيد خلل. أو واحد يشرك بالله غيره، مثل النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة سبحانه وتعالى عما يشركون، يعتقد بالله لكن يجعل لله شركاء. أو المشركون في مكة قبل الإسلام كانوا يعتقدون بالله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن كانوا يعتقدون بأن الأصنام بنات الله وأنهن شركاء لله سبحانه وتعالى عن ذلك، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء خلل في توحيدهم، إما ينكر وجود الله أو يجعل لله شركاء. الأصل الثاني النبوة، واحد لا يعتقد بنبي من الأنبياء، مثلا واحد لا يعتقد بنبوة عيسى، هذا كافر ظاهرا وباطنا حتى لو اعتقد بجميع الأنبياء. الله سبحانه وتعالى يقول لا نفرق بين أحد من رسله. اللي تعرف نبوته مثلا مذكور في القرآن لازم تعتقد بنبوته، واللي ما تعرف نبوته، لأن كثير من الأنبياء أسماءهم غير مذكورة لنا، نعتقد بنبوتهم إجمالا، نقول يا الله أي نبي أنت أرسلته نحن نعتقد به. فإذا إذا واحد أنكر نبوة نبي من الأنبياء الذين هم من عند الله، أو زاد في الأنبياء شخصا ليس بنبي، هذا كافر باطنا وظاهرا. يعني واحد بعد الرسول صلى الله عليه وآله يعتقد بنبوة شخص، مثلا أفرض يعتقد بنبوة علي بن أبي طالب عليه السلام، فهذا كافر، لأن أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام ليس بنبي، هو إمام، وهو أفضل من جميع الأنبياء باستثناء رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، لكنه ليس بنبي. أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فإذا واحد زاد في الأنبياء شخص أو نقص من الأنبياء شخص في اعتقاده، فهذا خارج عن الملة، كافر باطنا وظاهرا. الأصل الآخر من أصول الدين الإمامة. إذا واحد ادعى الإمامة لنفسه وهو ليس بإمام، أو اعتقد بإمامة شخص ليس بإمام، أو اعتقد بأن الإمام المعين من قبل الله ليس بإمام، هذا الإنسان كافر باطنا، لكن الله سبحانه وتعالى لطفا منه بالمؤمنين لا يجري عليه أحكام الكفر في الدنيا، مثل المنافق. المنافق ظاهره الإسلام، يعني شنو ظاهره الإسلام؟ يعني يجري عليه أحكام الإسلام، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، في التناكح، في التوارث، في الدفن في مقابر المسلمين، في حلية ذبيحته، وفي سائر أحكام المسلمين. ففي الدنيا يعامل معاملة المسلمين، كل من تشهد الشهادتين يتعامل معه معاملة المسلمين، لكن المنافق في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، في الآخرة يكون مع الكفار. وهكذا من ادعى الإمامة أو زاد في الأئمة أو نقص من الأئمة عليهم الصلاة والسلام، في الدنيا هو يتعامل معه معاملة المسلمين، لكن في الآخرة يتعامل معه معاملة الكفار، لأن أي خلل في أصل من أصول الدين يؤدي إلى الكفر، إما باطنا فقط وإما ظاهرا وباطنا. أحاديث هذا الباب حول هذا الموضوع: عن سورة ابن كليب عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قلت له قول الله عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. هذه الآية في سورة الزمر: الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. السواد في الوجه يعني الظلام، وهو علامة على أن الله سبحانه وتعالى خذل هذا الشخص وهو من أهل النار. يوم تبيض وجوه يعني تنار تلك الوجوه، فيها نور. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الكفار هكذا. الذي كذب على الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة هو كافر مع الكفار، وجهه فيه الظلام. هذه الآية لها مصادق، من المصادق ادعاء الإمامة، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. الله لم يعينك للإمامة، فكيف تدعي الإمامة؟ أنت لست أهلا لها، كيف تدعيها؟ هذا كذب على الله. وكذلك الذي يعتقد بزيادة إمام أو نقيصة إمام، هذا أيضا كذب على الله، هذا من المصادق. الكذب في الأصول. من المصادق أيضا ووردت فيها أحاديث أخرى الكذب في الأحكام. إذا واحد نسب إلى الرسول أو إلى الأئمة حكما من الأحكام من نفسه، لم يسمعه من الرسول، لم يسمعه من الإمام، وفي هذه الأزمنة لم يرد في كتاب معتبر، هكذا من نفسه نسب شيء إلى الله، إلى الرسول، إلى الأئمة، فهذا كذب على الله سبحانه وتعالى، لأن الكذب على الرسول كذب على الله، والكذب على الأئمة أيضا كذب على الله، لأن الأئمة لا يقولون شيئا إلا ما قاله الرسول، والرسول لا يقول شيئا إلا ما قاله الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الباقر أجاب هذا الشخص في بيان مصداق هذه الآية: من قال إني إمام وليس بإمام. قلت، الراوي يسأل: وإن كان علويا، يعني سيد من ذرية أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، قال: وإن كان علويا. الراوي يريد يتأكد، لأن العلوي هذه الكلمة تطلق على ذرية أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، وأيضا تطلق على الذي يهوى أمير المؤمنين عليا حتى إذا لم يكن من الذرية. لذا الراوي يريد يتأكد المقصود من العلوي من كان من ذرية أمير المؤمنين. قلت: وإن كان من ولد علي بن أبي طالب عليه السلام؟ قال: وإن كان. النسب الشريف إلى أمير المؤمنين عليا وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا فضيلة، لكن هذه الفضيلة مشترطة بالتقوى، مثل مرأة تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله أو تكون زوجة لنبي من الأنبياء، هذا فضيلة لها، لكن بشرط التقوى. الله سبحانه وتعالى حول نساء النبي ماذا يقول؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، يعني زوجيتك لرسول الله صلى الله عليه وآله هذه فضيلة لك، لستن كأحد من النساء، لكن مشروطة بالتقوى، إن اتقيتن. ويقول سبحانه وتعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يعني مثل ما هي فضيلة إذا ارتكبت ذنبا متجاوزا للحد، لأن الفاحشة الذنب المتجاوز للحد كالقتل مثلا، يضاعف لها العذاب ضعفين، من له الغنم فعليه الغرم. زوجة نوح ولوط كانتا كافرتين، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، خيانة دينية يعني وليست خيانة في الفراش، لأن الله نزه الأنبياء من خيانة زوجاتهن في الفراش. فخانتاهما في الدين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، يعني هي زوجة نوح زوجة لوط هذا ما فادها مع كفرها، وقيل ادخل النار مع الداخلين. هسه إذا واحد سيد من ذرية علي وفاطمة عليهما الصلاة والسلام، هذا فضيلة له، لكن بشرط التقوى، فإذا كفر بالله سبحانه وتعالى هذه الفضيلة تتحول على وبال له يضاعف له العذاب، لأنه الناس يقتدون به. أبو لهب أكو واحد أقرب لرسول الله منه، عم النبي، أخو أبوه، وكان محبا لرسول الله قبل الإسلام. لما أخبرته جاريته بولادة النبي أعتق تلك الجارية سرورا بولادة النبي. وبعد ذلك 2 من أبناء أبي لهب صاهر رسول الله، تزوج 2 من بنات رسول الله، هسه إما بنات من الصلب أو بنات بالتبني، وكان يحب رسول الله. لكن لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله للرسالة، هذا كذب النبي وبدأ بإيذاء النبي صلى الله عليه وآله، حتى نزلت سورة في القرآن في ذمه وذم زوجته أم جميل. أم جميل زوجة أبي لهب هي أخت أبي سفيان، عمة معاوية. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. إذا واحد هو له نسب شريف لازم هو يحافظ على حرمة هذا النسب. الناس يقتدون به، فلازم بكلامه بأخلاقه بعمله يكون داعي للناس إلى الدين، إلى الالتزام، إلى الأخلاق، إلى الفضائل. حديث آخر عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر. كافر يعني شنو؟ يعني كافر باطنا، يمكن إذا يتشهد الشهادتين ولا يجاهر بالعداء للأئمة من أهل البيت، يعني ما كان ناصبي ظاهرا، هذا قد يحكم عليه بالإسلام ظاهرا، لكن هو في الباطن كافر. لماذا؟ للخلل في أصل من أصول الدين عنده. وقد ذكرنا فيما مضى هذا الحديث المعروف عن الرسول صلى الله عليه وآله الذي رواه الفريقان: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، واحدة في الجنة والباقي في النار. الفرقة واحدة ناجية والبقية في النار. ليش البقية في النار؟ لأنهم كفار باطنا، ولو كانوا في الظاهر يحكم عليهم بأحكام الإسلام. الحديث الآخر أيضا يرويه الحسين ابن المختار قال: قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام الصادق عليه السلام، حول هذه الآية: جعلت فداك يوم القيامة، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. قال: كل من زعم أنه إمام وليس بإمام. قلت: وإن كان فاطميا علويا؟ قال: وإن كان فاطميا علويا، لأن ذرية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعضهم من فاطمة عليها السلام، وهناك من ذرية أمير المؤمنين علي من هم من زوجات أخرى، لأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يحرم عليه الزواج من امرأة أخرى ما دامت فاطمة عليها السلام موجودة. هذا حكم خاص، تكريم لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. الرجل يجوز له: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لكن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في حياة فاطمة كان يحرم عليه الزواج من غيرها. فلما استشهدت صلوات الله عليها، أمير المؤمنين تزوج بنساء أخريات، وله منهن ذرية. هسه هذا يريد يأكد يقول حتى لو إذا هو علوي فاطمي يعني من ذرية الحسن والحسين عليهما الصلاة والسلام، الإمام قال وإن كان علويا فاطميا أو فاطميا علويا. العقيدة لازم تكون سليمة، الحسب والنسب مع العقيدة السليمة يفيد. الرسول صلى الله عليه وآله يقول كل حسب ونسب منقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي. يوم القيامة أنت أبوك منو، جدك منو، من يا عشيرة، من يا قبيلة، من يا قومية، هذا ما يفيد إلا نسب الرسول وحسب الرسول صلى الله عليه وآله، لكن بشرط التقوى. يعني إذا سيد متقي يوم القيامة تقواه ينجيه وحسبه ونسبه إلى رسول الله يفيده، لكن إذا سيد كفر بالله هذا حسبه بعد ما يفيده يصير وبال عليه، عذابه يضاعف عليه. حديث آخر عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الآية الشريفة شنو تقول؟ تقول إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الإمام الصادق يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم الله يعني لا يكلمهم بكلام محبة، بكلام لطف، بكلام رحمة، وهذا كناية عن غضبه عليهم. نقول فلان ما يكلم فلان يعني شنو؟ يعني قد غضب عليه. هسه يمكن في مكان يشوفه يسبه، في مكان يشوفه يغلظ عليه في الكلام، احنا نقول ما يكلمه، خو شلون كلمه؟ شلون سبه؟ نقول مقصودنا انه ما يكلمه يعني كلام صداقة، كلام رحمة، كلام محبة. الله سبحانه وتعالى لا يلطف بهؤلاء وقد يتكلم معهم بكلام فيه التوبيخ والتقريع، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون مثلا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. لا يكلمهم الله، لا ينظر إليهم يعني لا ينظر إليهم نظرة رحمة، يعني لا يشملهم برحمته ولطفه. ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم من ذنوبهم. إذا واحد مذنب الله قد يغفر له يعني يزكيه، يطهر من ذنبه، أو يزكيه بمعنى يثني عليه، يمدحه أمام الناس في يوم القيامة. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، يعني كفار ذولا في يوم القيامة، كفار حتى إذا كانوا في الدنيا محكومين بالإسلام. من ادعى إمامة من الله ليست له، يدعي هو إمام وليس بإمام. ومن جحد إماما من الله أنكر إمامة أحد الأئمة. ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا. هناك أحاديث أخرى في هذا الباب ندعها إلى حلقة قادمة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.